عاجل. نقل البنك المركزي في عدن إلى صنعاء وتوحيد العملة لهذا السبب، ماذا يحدث؟ تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كشف الصحفي صالح أبو عوذل رئيس تحرير صحيفة اليوم الثامن عن موعد توحيد العملة بين صنعاء وعدن من خلال قرار جمهوري، وأكد الصحفي صالح أبو عوذل حصوله على معلومة تفيد بأن الرئيس عبد الرب منصور هادي سيعلن قبيل انتهاء مشاورات الرياض عن قرار توحيد العملة المحلية باليمن. وأوضح صالح أبو عوذل أن توحيد العملة المحلية في اليمن سيكون من خلال إعادة البنك المركزي اليمني إلى العاصمة اليمنية صنعاء. ولفت أبو عوذل إلى أن قرار نقل البنك المركزي إلى صنعاء كان مطروحا قبل مجيء محافظ البنك المركزي الجديد وتعيينه. وقال الصحفي صالح أبو عوذل في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك رصدها نافذة اليمن: عبد رب منصور هادي مخاطبا الحوثيين: عودوا لنلملم جراح وطننا الممزقة لنجعل ولاءنا لليمن الواحد والكبير. وأضاف أن موضوع اليمن الكبير أنا قد سمعته من قبل. وأكد: على فكرة في معلومة حصلت عليها، هادي سيعلن قبيل نهاية مشاورات الرياض عن قرار توحيد العملة المحلية في اليمن من خلال إعادة البنك المركزي إلى صنعاء. وطبعا هذا الأمر كان مطروحا منذ ما قبل تعيين المعبقي. وفي سياق متصل ناشد الرئيس عبد الرب منصور هادي دول الخليج العربي دعم اليمن بحزمة اقتصادية عاجلة لمواجهة أزمة اقتصادية خانقة. وفي خطابه لدول مجلس التعاون الخليجي قال هادي: نعلم أن الحرب أنهكت الجميع بما في ذلك أنتم، فدماء أبنائكم اختلطت بدماء أبنائنا كي يبقى اليمن ضمن نسيجه العربي الواحد. ودعاهم خلال كلمة نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن يقفوا مع الشعب اليمني العزيز والكريم بحزمة اقتصادية عاجلة تخفف وطأة هذه الحرب. وتابع: إخوانكم في اليمن يعانون الجوع والفقر والمرض بسبب هذه الحرب المدمرة.